واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وأسفرت جهود الوزارة خلال الشهر عن ضبط 7615 قضية إتجار وتعاطي لمواد مخدرة بإجمالي 8428 متهما. وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية القوية والحاسمة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة، وتنجح في إحباط العديد من محاولات الجلب والتهريب لإغراق البلاد بتلك السموم القاتلة. ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط الإجرامي، وهو ما يجنب البلاد من آثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع واقتصاديته، ويحمي الشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان. وقد سطرت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في هذا الإطار، حيث تمكنت خلال شهر من ضبط 7615 قضية، من بينها 6778 قضية إتجار في المواد المخدرة و837 قضية تعاطي مواد مخدرة. ضبط خلالها 8428 متهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة من ضبط أكثر من 6 أطنان من مخدر البانجو، ونحو طنين من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين تزن أكثر من 224 كيلوغرام. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 108 كيلوغرامات من مخدري الاستروكس والشابو، وضبط ما يقرب من 7 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط نحو 132,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 21,000 قرص كبتاجون، وأكثر من 120,000 قرص لعقار الترامادول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 221 مليون جنيه. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال، فقد أسفرت الجهود الأمنية في مجال ضبط قضايا غسل الأموال عن ضبط 7 قضايا في هذا الإطار بإجمالي مبالغ مالية بلغت 186 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. سيطرة أمنية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية انعكست على تراجع انتشار المواد المخدرة وعمليات الجلب والتهريب، فالأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإتجار وتعاطي المواد المخدرة، وتشهد بذلك النجاحات الأمنية المحققة التي تؤكد على اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها تلك الأجهزة لحماية البلاد من آثار المواد المخدرة المدمرة على المجتمع، بخاصة الشباب.